شركة الدرة للسياحة، اختر الرفيق قبل الطريق. سنوات من الخبرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، رعاية خاصة لأهلنا من كبار السن، إشراف طبي لرعاية حجاج بيت الله الحرام، مخيمات شاملة للوجبات وجميع الخدمات لتوفير سبل الراحة، مع المطوف المتميز أكرم بوشة، مشرفين على مستوى عالي من الخدمة والالتزام، مع نخبة من الدعاة يقدمون ندوات ودروس وإرشاد طوال فترة الحج. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ سعد عرفات، وفضيلة الشيخ مؤمن الأسود، فنادق على أعلى مستوى لجميع الفئات، راحة وأمان مع وسائل النقل جوا وبرا. شركة الدرة للسياحة، خدماتنا تتفوق على أسعارنا، اتصل بنا الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وأهلا بيكم وحلقة جديدة والموضوع كبير. النهاردة حلقتنا حلقة مميزة جدا جدا جدا. ليه؟ لأنها عن حد مميز جدا، مش بس مميز، ده حد هو بأمر الله من أدوات السعادة في كل البيوت. لو رضي البيت كله يرضى ويتملي سعادة وبركة وهنا. الحما سواء كانت أب أو أم في كل بيوتنا الجميلة. عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، إن ناس كتير قالوا لي ما بلاش الحموات يا عم، الحموات هيزعلوا، يعني هنتكلم عن الحما بقى والحما تزعل منك وبتاع. قلت لهم لا، مش هيزعلوا مني، هم عارفين إن أنا بحبهم وهم كمان بيحبوني، مش بس كده، دول كمان هيسمعوني بقلوبهم. بصي بقى ست الكل، هو أنا إن هقوله النهاردة عشانك انت قبل اي حد، مفيش حد عندي اهم منك انت، فاللي هقوله النهارده اسمعيه كده مني لقلبك مش لودانك، والحما برضو اسمع مني كابنك، نتكلم مع بعض ونفكر مع بعض واحكم على كلامي في الاخر. وليكوا عليا كل الازواج والزوجات في الحلقات اللي جايه كتير ان شاء الله، مش هسيبهم، بص يعني هظبطهم لكم ظابطه تمام. طيب الحما سواء كانت أب أو أم ليهم صور كتير في التعامل مع جوز البنت، التعامل مع مرات الابن، سواء من الحما الأب أو حما الأم. فأول علاقة هنتكلم عنها دلوقتي هي علاقة الحما الأم مع مين بقى؟ تحبوا نبدأ من مين؟ نبدأ بجوز البنت. العلاقة دي ساعات بتبدأ حلوة قوي، يعني أوقات بتكون الدنيا جميلة من في البدايات وتمام، وساعات بتبقى الدنيا بايظة من الأول. ده بيحصل طبعا لما تكون الأم مش راضية عن الجوازة من الأول، أو في مشكلة في البدايات. لكن هنلاقي دايما إن إحنا عندنا مشكلة لما بيحصل مشاكل، يعني إن الأم بتنسى إن البنت انتقلت من تبعيتها هي لتبعية جوزها، الدنيا اختلفت، فبتبقى في مشكلة في التبعية. الأم مش متقبلة فكرة إن بنتها بتسمع كلام حد غيرها، إن بنتها التعليمات والتوجيهات اللي بتتلقاها اللي كانت بتاخدها منها قبل كده ما بقتش تنفع تاخدها منها، هي بتاخدها دلوقتي من حد تاني. فلازم يا أمي ندرك حاجة، إن هي دلوقتي تبع حد تاني، وده مش عيب، بالعكس دي سنة الحياة. فلازم تدركي انت انها انتقلت تبعيتها منك ومن باباها لجوزها. تاني حاجة ان جوزها ريس في بيته، هو القائد، ما ينفعش نمشي كلامنا عليه، لأ
لازم نديله مساحته في بيته عشان نحقق السعادة. حتى لو لينا رأي من واقع خبراتنا مفيش مشكلة نقوله، بس نقوله بطريقة لطيفة. كمان لما يحصل مشكلة بينهم وبين بعض، لا أنا عايز نسمع، إحنا عندنا الحكمة. أنا عارف إنك بتزعلي علشان بنتك، لا بس أنا عايزك تصبري شوية، واحدة واحدة، اسمعي من الاتنين، خلي حكمك دايما الحكم اللي يخلي البيت يتعمر. حاجة تانية كمان، إن إحنا محتاجين نقوي علاقة جوز بنتك بابنك، لازم تدعميها. كان في ست طيبة زمان حصل مشكلة بين جوز بنتها وابنها، ومشكلة كبيرة، قعدت شهر كامل كل ما تقابل ده تقول له ده بيقول ده كانت ساعة شيطان والدنيا مش عارف حصل ايه وده اخويا وحبيبي. بعد شهر الاتنين جوز بنتها وابنها قابلوا بعض في الشارع، خدوا بعض بالحضن. تفتكروا ده من ايه؟ هي اللي زرعت، هي اللي قدرت تصلح. اخر حاجة عايز اقولها لحضرتك، ان رضا جوز بنتك عن بنتك معناها ان انت ربيتي، فدي حاجة لمصلحتك انت قبل اي حاجة. نطلع فاصل ونكمل مع بعض ان شاء الله. شركة الدرة للسياحة، اختر الرفيق قبل الطريق. سنوات من الخبرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام. رعاية خاصة لأهلنا من كبار السن. إشراف طبي لرعاية حجاج بيت الله الحرام. مخيمات شاملة للوجبات وجميع الخدمات لتوفير سبل الراحة. مع المطوف المتميز أكرم بوشة. مشرفين على مستوى عالي من الخدمة والالتزام، مع نخبة من الدعاة يقدمون ندوات ودروس وإرشاد طوال فترة الحج. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ سعد عرفات، وفضيلة الشيخ مؤمن الأسود. فنادق على أعلى مستوى لجميع الفئات. راحة وأمان مع وسائل النقل جوا وبرا. شركة الدرة للسياحة، خدماتنا تتفوق على أسعارنا. اتصل بنا الآن. تعرف يا تيمو، ساعات يا ابني بحس كده انك معيني الشاويش بتاعك عشان احرس لك شفيق. وفي شاويش برضه يقول للظابط بتاعه يا تيمو؟ الله، جرى ايه؟ ده انا كنت بغير لك كوافيلك وانت صغير، مامتك كانت بتقرف. مش هخلص انا من الاسطوانه دي بقى. قاعدة على قلبك ومربع قديم، شوفي حاجة جديدة. خناقة جديدة. اسمعي كلامي ونفذ الخطة اللي قلت لك عليها، مفيش حل تاني. طب بس عشان شكله سيء. حطيه قدام الأمر الواقع واندهيله في المايك. صح. اهلا بيكم مرة تانية، والموضوع كبير. شفت بس كل المشهد الظريف الصغير اللي احنا حطيناه ده؟ احنا اخترناه علشان هو من المواد الاعلامية اللي موجودة اللي بتدي صورة حلوة للعلاقة بين الحما وجوز بنتها او مرات ابنها. بلاش الصور الذهنية الوحشة اللي احنا ياما شفناها ان الحما بتعمل وتبقى شديدة على جوز بنتها او مرات ابنها. تاني علاقة عايزين نتكلم عنها، علاقة الحما الأم بمرات ابنها. بصي يا ست الكل بقى، خليكي معايا وركزي كويس قوي. ليه؟ أنا عارف إن الواد حلو وكان يستاهل ست ستها وهي مش قد المقام، ماشي هنسلم بكل ده، بس في النهاية إحنا عايزين نعمر. زقي معايا الجوازة يا حاجة، مش هينفع. أصل خلاص هما اتجوزوا خلاص، أو هو اختارها خلاص، نساعدهم بقى
يعني هو لما كان بيجيب درجه وحشه في الامتحان زمان كنت بترميه في الشارع ولا كنت بتقعدي تتذكري له وتراجع معاه وتحسسيني لظروفه؟ ادعمي، دي حاجه مهمه جدا محتاجينها، لان هو الصراع اللي هيحصل بينك وبين مرات ابنك مش هيوصل لحاجه للاسف، مش هيعالج. يعني حتى لو فرضنا ان هي فيها كل العيوب، فيها كل اللي انت بتقوليه واكتر شويه، بس الكلام ده مش هيفيد بحاجه. طيب في كمان مشكله تانية مهمه جدا، اللي هي ايه بقى؟ لازم يا امي تدركي ان انت خرجتي من مرحله الام الى مرحله الجده، وده مش مقصودش بيه ان انت كبرتي في السن، انت زي القمر، انما انا بتكلم عن ايه؟ مرحله الام، الام مع ابنها بتهتم بيه، بترعيه، بتامنه. إيه ابنك مش محتاج امان، مش محتاج حاجه تانية، مش محتاج رعايه دلوقتي، في حد تاني استلم المرحله دي. انت هنا يا امي في مرحله الجده، بتخلي بالها من الاحفاد، بتراعيهم، بتوجه لهم نصيحه بطريقه ظريفه، الكلمه البسيطه الخفيفه، النصيحه اللي هي غير نصيحه الام، نصيحه الام فيها متابعه ودقه وترتيبات لانك بتربي، انما الجده حاجه ثانيه. فعلاقتك بمرات ابنك هنا وضع مختلف، وابنك ما بقاش محتاج حمايه خلاص، خدي بالك دي نقطه مهمه جدا. كمان عايزك تساعديها، وانت مش محتاجه ان انت تعملي نسخه تانية منك، لا، انت محتاجه تنصحيها وتوجهيها. طبعا احنا محتاجينك، محتاجين خبرتك طبعا، لكن خلينا نقول ان النصيحه تتقال بشكل حلو. لو ما جابتش نتيجه ما تستعجليش وتزعلي، لا، خليكي الامور بسيطه، واحده واحده مسيرها ان شاء الله هتبقى زي الفل والدنيا هتمشي، لان الاحتكاك مش هيفيد بحاجه، بالعكس هيضر، هيضر كتير جدا. قربي منها، صاحبيها. هتقولي لي والله هي اصل فيها العبر دي بتعمل وبتسوي، دي عنيده، دي مش عارف طالعه فيها، دي ايا كان بقى المشكله، ما بتحبنيش، ما بتعاملنيش كويس. خلي التعامل بتاعك انت بحذر، بهدوء، كلمه طيبه، مش مطلوب منك اكتر من كده. انما فكرتك انك عايزه ان كل حاجه تتعمل بيرفكت صح، الزمن غير الزمن يا امي، الدنيا اختلفت، لازم نصبر عليها. وكمان في حاجه، الصراع اللي بيحصل بينك وبين مرات ابنك اول ما بيوجع، بيوجع ابنك، بيوجع الغالي. حتى لو احنا شفنا ان الابن انت شايفاه انه مقصر، انه ماشي ورا مراته، انه ما بيعملش الصح، ولو يبقى ابنك وتبقي امه، انت الحنين عليه، فالصراع اللي هيحصل ده هيضر مين؟ فكري كده. مش بس كده، ده مجرد رضاكي عنه وعن مراته وعن ولاده أحسن هدية ممكن تقدمها له. عارفة ليه؟ لأن هو من غير رضاكي تروح البركة، تروح السعادة من البيت ده خالص خالص، ما يبقاش فيه سعادة في البيت ده. أنت محتاجة أن أنت ترضي عنهم. طيب هما مش بيرضوكي، ماشي، لكن أنا محتاج أن أنا أقلل الاحتكاك. يعني لو أنا حصل بقى أن الزوجة فيها مشاكل فعلا والابن بيتصرف تصرفات غلط، مطلوب منك في الوقت ده الحكمة. انت يا ست الكل اللي عندك الخبرة، انت اللي تقدري تديري العملية ديت، تقللي الاحتكاك، تنصحي وبس، تصبري، طولي بالك. انا عارف ان انت بتبقى في اوقات عايزة، انت شايفة صح وكلامك صح فعلا، لكن مش كل الصح ينفع نتكلم فيه، في حاجات لازم نطنش نعدي، بنسميه فن التغافل، انك في حاجات لازم تعديها. هنعديها ليه؟ طب ما يعملوا الصح، انا شايفه صح والمفروض، المفروض يعملوا الكلام ده. انا معاكي ومتفق معاكي والله ان انت بخبرتك شايفه كتير من الصح، بس اذا كنت انا النصيحه اللي هوجهها مش هتصلح، يبقى ما بقتش نصيحه. احنا محتاجين ان احنا نعالج مش نعاقب، محتاجين نعالج مش نعاقب. افتكري كويس قوي يا امي، انت دلوقتي مرحله الحكمه، الجدة، مش الأم اللي بتتابع كل حاجة بالتفاصيل. لازم نفرق بين ده وده. علاقتك بمرات ابنك مفتاح وسر سعادة بيت ابنك. نطلع فاصل ونرجع مع بعض تاني.
صباح الفل والورد والياسمين والنرجس والجنايل كلها. تصور طول وانا بلبس وعمال افكر فيه بتبشر بصباح حضرتك وخصوصا النهارده. اشمعنى النهارده؟ اصل عندي اجتماع مهم قوي في مركز الابحاث وان شاء الله ربنا هيوفقني. يا رب. يعني بس يا رب ما تاخدناش في الزيطه اللي بتعمليها دي اول ما بتشوفي بابا. ايه يا اخي بحب بتغير منه؟ اه طبعا بيغير مني عشان انا شباب عني ولو ما اعترفش بكده مستعد العبه بطل بطل واغلبه. يا لا يا بابا احنا مش قد حضرتك. تعرف يا تيمو ساعات يا ابني بحس كده انك معيني الشاويش بتاعك عشان احرس لك شفيقه. وفي شاويش برضه يقول للظابط بتاعه يا تيمو. قال لا جرى ايه؟ ده انا كنت بغير لك كوافي لك وانت صغير، مامتك كانت بتقرف. مش هخلص انا من الاسطوانه دي بقى. اهلا بيكم مره تانية. اتفقنا على طبيعه العلاقه بين الحما الام مع جوز بنتها والحما الام مع مرات ابنها. النوع الثالث من العلاقات في الحموات هو علاقه الحما الاب سواء بجوز بنته او مرات ابنه. خلي بالكم في نقطه مهمه جدا، الاب رمانه الميزان طول عمره، دوره كده طول عمره رمانة الميزان، فممكن هو يشوف حاجات خلافات بين الحما ومرات ابنها او جوز بنتها ويكون هو الرمانة اللي تظبط الخلاف ده. في مشكلتين بنقابلهم مع الحما الاب. اول نقطة انه يكون سلبي ملوش دور، سايب الدنيا كده تضرب تقلب، والله يتخانقوا ما يتخانقوش، يتصالحوا ما يتصالحوش مش مهم. ده خطر جدا، لان انت بتاسس كيان. انت النهارده مش بتعالج علشان الموقف اللي قدامك ده بس، لا انت النهارده بتعالج علشان اجيال قدام، عيله. انت بتبني في عيلتك، بتبني الاجيال انت ممكن مش هتشوفها، لكن اللي بيحصل النهارده له تبعات تانية بعدين. فما ينفعش تكون سلبي، لازم تشارك في الحلول حتى لو كان المشاركة دي بتعمل لك وجع دماغ، لكن ده دورك. ما ينفعش تكون سلبي في ده، لازم تقعد والله الكلمة الطيبة مع مرات الابن والكلمة الطيبة مع جوز البنت ونقدر نحل واحدة واحدة وبالراحة، وخصوصا خصوصا وبالذات لما يكون في مشاكل بين ابنك ومراته أو بنتك وجوزها. لازم يكون انت عندك الحكمة زي ما كنا بنتكلم من شوية، انت اكتر مطلوب منك الحكمة. طيب ده السلبي. امال النوع التاني اللي هو ايه بقى؟ النوع التاني بقى اللي هو حريقة. حريقة فعلا. ليه؟ لانه بيلاقي مشكلة صغيرة او كبيرة يتنرفز ويتعصب ويبدأ يتدخل بشكل يضر العلاقة، سواء كانت المشكلة دي معه هو شخصيا او مع زوجته. ايا كان بقى، ايا كان المشكله ايه، بيبقى حريقه وعامل مشاكل ومتعصب طبعا ده بيعمل مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان انت لما انت انسان كابن لما بيشوف ابوه متعصب ومتضايق حاجه من اتنين، اما انه بيتعصب قصاده ويبقى فيه مشكله كبيره او انه يزعل عشانه فيبدا يحصل نسب الطلاق اللي بنسمع عنها كلها. نطلع فاصل ونكمل تاني. شركة الدرة للسياحة، اختر الرفيق قبل الطريق. سنوات من الخبرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام. رعاية خاصة لأهلنا من كبار السن. إشراف طبي لرعاية حجاج بيت الله الحرام. مخيمات شاملة للوجبات وجميع الخدمات لتوفير سبل الراحة.
مع المطوف المتميز أكرم بوشة، مشرفين على مستوى عالي من الخدمة والالتزام، مع نخبة من الدعاة يقدمون ندوات ودروس وإرشاد طوال فترة الحج. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ سعد عرفات، وفضيلة الشيخ مؤمن الأسود، فنادق على أعلى مستوى لجميع الفئات، راحة وأمان مع وسائل النقل جوا وبرا. شركة الدرة للسياحة، خدماتنا تتفوق على أسعارنا. اتصل بنا الآن. والموضوع كبير زي ما اتفقنا، الحما الاب سواء لجوز بنته او مرات ابنه ما ينفعش يكون لا سلبي ولا وقود الحرب. ليه؟ انت بتبني اجيال قدام، انت دورك الحكمه. طيب جوز بنتك بقى، جوز بنتك ساعات بيحصل بينك وبينه مشكله انت ما بتبقاش حاسس بيها، فكره التبعيه برضه. انت بتبقى شايف ان انت كلمتك هي اللي تمشي، بنتك بقت في قياده حد تاني، الموضوع اختلف. كمان ما تنتقدش كل تصرفاته حتى لو كانت غلط، انت ما يعني تنصحه ممكن، لكن فكره انك تصحح له الكراسه ديت لا يا حضره الناظر، مش هتنفع، مش هتفيد للاسف، للاسف هي مش هتفيد. يعني لو كانت هتفيد كنت اقول لك اعملها، لكن الموضوع محتاج النصح بطريقه ما تحسسش جوز بنتك ان انت بتتمارس عليه، يعني بالبلدي كده. حاجه الثانيه كمان، انت اديته اغلى ما عندك، بنتك هو في بعد كده، فهو حد غالي جدا عندك. اخر حاجه ومهمه جدا لكل ابائنا وامهاتنا، سواء كان مع جوز البنت او مرات الابن او اي علاقه من كل العلاقات اللي احنا قلناها من شويه دي، ايه هي؟ ان احنا ما ينفعش ابدا نذكر اهل البنت او اهل يعني مرات ابننا او جوز بنتنا بحاجه وحشه مهما كان، لان انت كده يعني لو ردوا خربنا البيت، ولو ما ردوش كسرت نفسه، وايه الفايده؟ ايه الفايده لو ذكرت اي حاجه سلبيه عنهم؟ انت مش هتستفيد حاجه، مش هتستفيدي حاجه، بالعكس. خلينا نقول الكلمه الطيبه، الكلمه الحلوه. الشيطان يا جماعه مش قاعد فاضي كده، اهم حاجه واهم مهمه بيعملها الشيطان في حياته خراب البيوت. ما تعينوش الشيطان على أولادكم وبناتكم، ساعدوهم وإن شاء الله ربنا يجعل في إيديكم وفي وجودكم عمار البيوت وبركتها، وربنا ما يحرمناش منكم. شكرا ونلتقي على خير إن شاء الله، وحلقة جديدة والموضوع كبير. شركة الدرة للسياحة، اختر الرفيق قبل الطريق. سنوات من الخبرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، رعاية خاصة لأهلنا من كبار السن، إشراف طبي لرعاية حجاج بيت الله الحرام، مخيمات شاملة للوجبات وجميع الخدمات لتوفير سبل الراحة، مع المطوف المتميز أكرم بوشة، مشرفين على مستوى عالي من الخدمة والالتزام، مع نخبة من الدعاة يقدمون ندوات ودروس وإرشاد طوال فترة الحج. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ سعد عرفات، وفضيلة الشيخ مؤمن الأسود،
فنادق على أعلى مستوى لجميع الفئات، راحة وأمان مع وسائل النقل جواً وبراً. شركة الدرة للسياحة، خدماتنا تتفوق على أسعارنا. اتصل بنا الآن